اسبان تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة وسلام وهنا. تعالوا مع بعض كده ناخد بريف في رغيف او نعمل ريكاب سريع عن السيشن اللي كان فيها الروت هير وستراكشر الايج اللينث الادابتيشن بتاعها بسرعة كده. حضراتكم عارفين انه في البداية البلانت عشان يعمل اوتوتروفيك نيتريشن، فالبلانت ده محتاج يعمل تو بروسيسز، عمليتين واضحين، هي absorption of water and salts، والتانية هي عملية الفوتوسنتسيس أو البناء الضوئي. النبات لازم يعمل عمليتين دول عشان يعمل أوتوتروفيك نيتريشن أو التغذية الذاتية. التغذية الذاتية دي حاجة كاركتر من ضمن الكاركترز اللي بتعمله الجرين بلانتس، طبعا النباتات الخضراء مصدر الأكسجين ومصدر الأكل بالنسبة لنا على كوكب الأرض، مش كده؟ طيب في الأول هو البلانت بيتقسم إيه؟ بيتقسم إلى جزء تحت التربة اسمه روت سيستم، وجزء فوق التربة اسمه شوت سيستم. الجزء اللي تحت التربة ده هو اللي بيعمل absorption للووتر من السولتس، والجزء اللي تحت اللي فوق التربة ده بيعمل absorption للسان لايت عشان يتمم عملية الفوتوسينثيسيس أو البناء الضوئي. إحنا السيشن المرة دي أو الدرس ده المفروض هنتكلم عن الروت هير بتاعت الروت سيستم، وبعد كده نتكلم عن الميكانيزم بتاع absorption of water، وبعد كده نتكلم على النيوترينتس او المايكرو مايكرو نيوترينتس اللي هي المينرال سورس طبعا، ونبتدي نتكلم عن ازاي البلانت بيحمل لهم absorption من خلال selective permeability، active transport، diffusion، هنتكلم عنها باستفاضه لما يجي وقتها. اما الجزء اللي فوق الشوت سيستم هتلاقي بطل القصه بتاعنا هو هيبقى الجرين ليف اللي جواها جرين بلاستيد عشان تعمل فوتوسنتسيس عن طريق absorption للسان لايت، فوجود الكربون دايكسيد مع المية والملح اللي طالعين من الروت، نبدأ نعمل أحلى عملية بناء ضوئي ونكون أحلى طبق جلوكوز جوه الإيه، جوه الليف. ده الشكل البسيط بتاعنا process of absorption of water and salts. هنيجي نقسم النبات زي ما اتفقنا، root system shoot system. في root system انا بيبقى عندي حاجات كده، عندي components كتير. عندي plant بيبقى متكون من epidermis اللي هو البشرة، تحت البشرة قشرة cortex، قشرة cortex، يبقى بيبقى عندي بشرة يعقبها قشرة. ده التركيب او طبقات الروت. لو انت مسكت الروت وحاولت تطلع منه بطبقات، اول طبقة بشرة epidermis والتاني بشرة cortex، هتلاقي الابيديرمس طالع منه حاجه بارزه وممتده كده اللي انت شايفها قدامك دي، او حاجه كده بارزه وممتده اللي هي دي كده، دي عباره عن الروت هير. الروت هير هي خليه مكونه من سيل وول، سيل ممبرين، لارج سيل فاكيول بتخزن سولوشنز كتيره زي بيجمنتس، بتخزن جلوكوز، بتخزن املاح، بتخزن ميه بكميات. عندي طبعا الميتوكوندريا اللي باور هاوس اوف ذا سيل، عندي طبعا نيوكليوس المدير بتاع الخليه، عندي سيتوبلازم هو سائل شفاف مش متشاف انه موجود في يعني حوالين اللارج سيل فاكيول وغيصه وعايمه في بقيه السيل كومبوننت بتاعت الروت هير. بعد كده احنا هنتكلم عن ايه هي الروت هير، هنعرف عنها 4 معلومات. روت هير طبعا بتبقى اكستندد سيل خارجه من طبقه الابيدرمس، او ليها اسم تاني اسمها بوليفرس لاير، الطبقه الوبريه، لان تعتبر روت هير كانها مكانها كانها وبر طالع لطبقه البشره. عندنا الكورتكس او طبقه القشره، دي طبقات يعني ما بين الابيدرمس وما بين السنتر بتاع ايه الروت دي، اسمها كورتكس او قشره. الرسمة التانية روت هير سيل، ادي شكل روت هير سيل، والمية المفروض تدخل كده وتعدي من الخلية للتانية لحد ما توصل الى السنتر بتاع الروت. وطبعا ممكن تعدي على الحواف من بره ودي ليها اسم تاني، وممكن تعدي من ساب فاكيول لساب فاكيول، وممكن تعدي عبر خيوط السيتوبلازم. يعني كل دي افكار مش عايزها دلوقتي، انا كل فرق معايا مين هي روت هير، مواصفاتها ايه. الروت هير زي ما حضراتكم شايفين كده، هاخد عنها 4 معلومات بالظبط. أول معلومة بتقول إن الستراكشر بتاع الروت هير سيل هي عبارة عن لايند انترنالي، متبطنة من جوه بطبقة رفيعة من السيتوبلازم، بيبقى عايم فيها نيوكليوس ولارج ساب فاكيو. دي مواصفات الروت هير سيل. خلية الطول بتاعها، إن حضرتك رفعت كده مثلا متر وحاولت تقيس بالمسطرة، about 4 مليمتر، ده الطول بتاع الروت هير سيل. لما اجي اتكلم على شكلها، اهو بص كده حضرتك، اهو هو ده اللارج سيل فاكيوم، مخزنه املاح، مخزنه سكريات، مخزنه بيجمنتس، سولتس طبعا.
عندك ده السيتوبلازم، ده سيلمن برين، ده عباره عن السيل وول، كل دي الكومبوننتس بتاعت الخليه دي. طبعا في نيوكليس، يعني خليه عايشه وتتعايش وتعمل ابزوربشن ووتر من السولز، يعني لازم تبقى خليه. الايدج بتاعها few days or weeks، لانه بيحصل لها rupture from time to time بسبب احتكاكها مع حبيبات التربه، بيحصل rupture او يعني decomposition او تتكسر، يعني bring down damage، فبيحصل لها regeneration from منطقه كده اسمها zone of elongation. zone of elongation اللي هي منطقه الاستطاله. هقول كام معلومه مش علينا بس نبقى عارفينها. ده شكل الروت. الجزء اللي تحت خالص ده اسمه الروت كاب، اللي هو الكاب بتاع الروت. المنطقة دي منطقة نشيطة جدا في الانقسام، بتعمل ميتوزس بشكل كبير، اسمها زون اوف ديفيجن. المنطقة اللي بعدها دي اللي بتعمل ريجنريشن او ريبير للروت هير، اسمها زون اوف الونجيشن او منطقة الاستطالة. باخد اربع بوينتس او اربع امكانيات للروت هير سيل تخليها تقوم بالفانكشن بتاعتها لاعلى درجة. اول حاجه روت هير سيل بلاقي ان هي بتبقى لارج ان نمبر، عددها كتير، وبروتودنج اوتسايد السويل، يعني بتبقى بارزه وممتده بره السويل. ده طبعا بيزود السيرفيس اريا للابزوربشن للميه والاملاح، يعني كل ما تبقى بارزه ممتده عددها كبير هيخلي قدرتها على امتصاص الميه والمينرال سولتس عالي. طبعا انا مش بشرح باستفاضه، الشرح باستفاضه موجود على الويب سايت، ولكن انا بعمل ريكاب سريع عشان الناس تفتكر. having a thin wall، بلاقي الوول بتاع الروت هير سيل اللي هو السليلوز ده بيكون طبقة رفيعة، give reason to permit passage of water and salt through them. ده كل ما تبقى الطبقة دي رفيعة هيبقى سهل ان المية والملح يخترقوا السيل وول ويدخلوا جوه الخلية. وطبعا دي حاجة ميزة حلوة قوي. هو انت الروت هير سيل وظيفتها ايه؟ absorption of water mineral salt fixation the plant into the soil. ف ايه الامكانيات اللي تخليها تعمل ده؟ بسميه ادابتيشن، ادابتيشن او روت هير سيل تو ذير فانكشن، يعني الامكانيات اللي عندها او هي متاقلمه او متكيفه ازاي انها تؤدي الفانكشنز دي. الحاجه رقم ثلاثه بلاقي انه روت هير سيل بتسكريت، يعني بتفرز ماده فيسكس. فيسكس يعني لزجه. النون من كلمه فيسكس زي ما حضراتكم عارفين فيسكاسيتي، فيسكاسيتي اللي هي اللزوجه. ليه دي جي ار جيف ريزن ليه هي فيسكس؟ بتطلع ماده فيسكس تو هيلب ذيس هيرز تو فايند ذير واي ايزلي امونج ذا سويل بارتكلز. يعني بيبقى سهل انه طول ما بتطلع ماده لزجه انها تخترق حبيبات التربه وتبقى تلزق فيهم، فده يساعدها على امتصاص المايه بكميات اكبر وتثبت نفسها في التربه اكتر، يعني to stick the soil particles so that they can fix the plant into the soil. هتعرف تفكس البلانت في السويل، دي واحدة من الإمكانيات الهائلة بتاعة روت هير سيل. كمان لو عايزين روت هير سيل تأبزورب الووتر والمينرال سولت بشكل كبير قوي، يبقى preferable إن يكون تركيز السولوشن جوه السب فاكيول يبقى عالي. ونقول معلومة كيميائية، إيه هو السولوشن؟ السولوشن هو عبارة عن سوليوت بلس سولفنت، سوليوت وسولفنت. طبعا السولفنت تبقى البرسنتج بتاعته عالية، solvent تبقى البرسنتج بتاعته solute تبقى قليله، فده بسميه solution. فبيبقى المحلول بتاع السبفاكيو المركز، يعني بيحتوي على المزيد من الصوليوت، ده بيبقى دافع انه يسحب الميه لجوه بطريقه اسمها اسموزس، هنتكلم عنها السيشن الجايه. يبقى دي الامكانيه رقم اربعه، لقينا انه solution inside the root hair cell is more concentrated. more concentrated يعني اكثر تركيزا من السويل سيرفيس او من المحلول اللي موجود فين؟ اللي موجود في السويل. ده بيخلي الروت هير سيل تابزورب الووتر بشكل عالي جدا، وبالتالي هتعدي من السويل لحد ما توصل روت هير، ودي واحده من امكانياتها. يعني روت هير سيل بريفلي كده بامكانياتها، نمبر 1 لارج نمبر بروتودنج اوتسايد السويل تو انكريس سيرفيس اريا، نمبر 2 هافينج ثين وول، فده بيخليها ايزي باسج اوف ووتر انها تدخل جوه. كمان نمبر 3 بيبقى عندها سكريت فيسكس سابستنس، وده بالتالي بتخليها to find their way easily among the soil particle but they can fix or stick a plant into the soil، ودي حاجة حلوة. نمبر 4 الكونسنتريشن بتاع السب فاكيول is more concentrated than solution outside the soil، فبيخلي المية تتحرك من outside من soil ل inside اللي هو root hair cell. كده الفانكشن اللي ممكن نقدمها او الفانكشن بتاعت الروت هير سيل هي نمبر 1 absorption of water and mineral salts from the soil fixing the plant into the soil، بتثبت النبات في التربه. ازاي بتمتص الميه؟ عندها طرق كتير نتكلم عنها السيشن الجايه.
المينرال سولت هي عباره عن ايه، هتقسم الماكرو والمايكرو نيوترينتس، والنبات بيحتاجهم بكميات عامله ازاي، والنقص يؤدي الى ايه، اتكلم عنه السيشن الجايه. فيكتنج البلانت انتو ذا سويل طبعا واضحه انها بتطلع ماده فيسكس فبتلزق في التربه، وده بيدي ستابيلتي اكبر للبلانت. ناخد بعض الاسئله كده بسيطه قوي. واي دو some root cells have root hairs؟ ليه بعض الروت سيلز عندهم روت هير؟ طبعا دي اهو زي ما حضرتك شايف كده، دي شويه ايه، ده شويه روت هيرز طالعه من حبيبات التربه. ايه الفانكشن بتاعتها؟ نمبر 1 تو انكريز ذا سيرفيس اريا اوف ذا سيل. فالاجابه تبقى عباره عن ايه؟ ايوه دكاتره فور شور sure. الاجابه تبقى ايه؟ ايوه الاجابه تبقى ايه؟ بي سوري بي، ازود السيرفيس اريا بتاع السيلز، عشان كده هي بارزه وممتده للخارج. عندي سؤال تاني بيقول which part of a plant root hair is partially permeable. A partially permeable يعني شبه منفذ. دي جملة بتتقال لمين؟ partially permeable هو تعبير بيوصف السيل ممبرين أو البلازما ممبرين أو السيل سيرفيس ممبرين، كل دي أسماء بتعبر عن نفس الحاجة. ممكن نقول عليه سيمي permeable اللي هو شبه منفذ، لأنه بيعدي المية بيعدي المية وبيكنترول نقل الاملاح وبيبريفنت نقل الشوجر والامينو اسيد عشان حجمها كبير. فبارشلي بيرميبل هو سيل ميمبرين، هو سيمي بيرميبل ميمبرين، هو بلازما ميمبرين. دول اربع مصطلحات بتعبر عن نفس الحاجه. فلما اجي اقول هنا which part of the plant roots hair is partially permeable، فالاجابه تبقى نمبر بي، الاجابه هتبقى بي سيل سيرفيس ميمبرين، هو ده اللي بيبقى partially permeable. اما السيل وول ده permeable. Which organisms carry out؟ carry out يعني perform، بتؤدي بتقوم ب respiration growth movement and excretion. طبعا الإجابة إن كل الكائنات الحية بتعمل كده، سواء plant animal bacteria fungi كلهم بيعملوا كده. بعض الناس جاوبت الإجابة B، ودي كانت إجابة خاطئة، لأن هم شافوا كلمة movement وقالوا إن الحركة ما بتناسبش مع النبات، والكلام ده غلط. النبات بيتحرك بس مش الحركة اللي أنت تتخيلها، مش النبات مش هيسيب تربته يعني ويروح لتربه تانية حواليه، ولكن كونه مثلا ورق عباد الشمس او دوار الشمس يلف مع حركه الشمس، ما هو كده يبقى دي موفمنت. بعض البلانتس زي الميموسا بلانت هنتكلم عنه الترم التاني، ده لو حصل اي تاتش للبلانت ده، لو انت لمسته هيقفل ورقه وكده، كانه يعني كانها اتكسفت، يعني يحصل له هانج داون او ويلتنج، كانه دبل. ده نوع من انواع الموفمنت. بعض النباتات لما بتيجي تصطاد الحشرات برضه بتبقى فاتحه ايديها كده، لما بتقع الحشره تروح قافله عليها، فده نوع من انواع الموفمنت. مش لازم موفمنت يبقى لازم يتحرك ويخبط مشوار من نقطه لنقطه، لا لا خالص يعني. اشكركم شكرا جزيلا، وارجو ان احنا نكون استفدنا واستمتعنا بالريكاب السريع ده. اشوفكم على خير والى اللقاء.